لك سيريت واحد التصوير ديال المسلسل القلب مميز مع المخرج الجميل علاء كعبون. الان كنشتغل مع المخرج الرائع مراد الخولي في مسلسل سميتو حياه خاصه، بالاضافه الافلام السينمائيه غادي يخرجوا ليا لا فرونس مع المتميزه ضحى مستقيم وستوب مع فيلم تاع وسوس الاسفي غادي يخرجوا في السينما. وبارالمون كنبريباري التصوير ان شاء الله ديال الفيلم الطويل الاول ديالي طونك مخرج ان شاء الله باذن الله. القلب مميز شخصيه ديال دريس، الزوجه ديالي سكينه درابيل لا كرون سكينه درابيل. احنا عايشين مع حسين ديال واحد لا فامي اللي فيها بزاف ديال المشاكل، وكنحاولوا نلقاو حلول لدوك المشاكل اترافير لي بيرسوناج الاخرين اللي كاينين. الاستاذ امين ناجي، الاستاذه مريم الزعيمي المتعلقه دنيا بوضازوط، سلوى زرهان، مجموعه ديال الممثلين رائعين عطات واحد النتيجه يعني جميله كنظن. وهي الاغلاق يعني كان اضطراري، يعني ماشي اغلاق، يعني الدوله ماشي اختارت انها تغلق لان كاينه واحد الجائحه اللي ممكن يتعاداو الجمهور اذا كانوا مقام بعضهم. وهذا شفت واحد الحمله ديرنيغمون ديال لون كاد المسرح المغربي على لسان مجموعه ديال الفنانين رائعين، لقات صدى يعني عند السيد الوزير مهدي بن سعيد اللي هو وزير الثقافه والاتصال ومن طون اخ ديالنا وقريب لينا بزاف، قريب من الفنانين بزاف. فكنظن يعني غيتلقاو حلول فوريه، يعني كنظن المسرح اصلا لا ما في علمي، لانني انا منضمن لواحد الفرقه سميتها شاده، فرقه شاده ديال الاستاذ دريس السبتي والاستاذه فاطمه المناولي. العروض اللي كنلعبوا يعني كتكون بدعم من الجماعات ولا من الجمهور المغربي كيدخل بلا ممكن بلي زانفيتاسيون. ف هاد التوقيف حيت لان كاين واحد الشريحه ديال الفنانين اللي خدامين غير في المسرح كيديروش التلفزيون والسينما، فهاد الفنانين هادو ممكن غيتضغط عليهم، ممكن غيتسد لهم داك المورد الرزق الوحيد اللي عندهم. فكنتمنى ان السيد الوزير مهدي بن سعيد يلقى حلول فوريه ولا عباره عن دعم، ولا لان الاغلاق القبيله اضطراري، الاغلاق ماشي ما خصناش نقولوا الدوله المغربيه غلقات لنا المسارح، لان غلقاتهم اضطراريا يعني ماشي اختياريا. فكنظن يعني كنتمنى ان يتلقاو حلول لهذيك الشغيله ديال المسرح اللي كدير ديال المسرح، ويحاولوا يلقاو لهم شي شكل من اشكال الدعم ولا لو سوتيان زعما باش يبقاو مستمرين. اكيد اكيد انا متابع كبير لكره القدم، المنتخب الوطني والفريق الوداد الرياضي الودادي والاتحاد البيضاوي، لانني انا من مواليد الحي محمد، من الخضائر ديالي الحي محمد مدينه الدار البيضاء، كانت عندنا واحد الفرقه سميتها الاتحاد البيضاوي. صديق انا متابع لكره القدم. بالنسبه للمنتخب مع الشقيقه الجزائر ما عادش نهضر عليه لان غادي نتعصب. كنحاول نبارطاجي مع الجمهور ديالي ولا مع المغاربه اون جينيرال توسكي بوزيتيف توسكي ايجابي، يعني الاعمال ديالي اللي كندير، ممكن ديزيفينمون شي حويجات مع وسط ما فامي ولادي مثلا مع ولادي فواياج مع ولادي، يعني في اطار ايجابي. هذاك الشيء السلبي ما كنعرفش ليه، لا هذا الشيء حرام اللي كيوقع، وخص المشاكل الشخصيه ديال لي سيليبريتي كاملين تبقى شخصيه، تبقى كتحل او سان دو لا فامي او سان دو دي ريونيون وسط لا فامي. ولا بغينا نبارطاجيو شي حاجه مع لي فانز ديالنا ولا مع المتابعين ديالنا، نبارطاجيو معاهم شي حاجه ايجابيه، يعني نتقاسموا معاهم الفرح وحافظوا بالالم اللي وصلنا على الاب الروحي ديالنا هذاك كاملين. انا كنظن هذه غير زوبعه، لان الاستاذ الكبير ديالنا حسن فلان عظيم يعني ورجل بصراحه من رواد نقدروا نسميوه دابا من رواد، ومهدي خويا الصغير هذاك، نرجس اختي الصغيره، صديق هذه هي زوبعه وممكن تمشي ممكن تم التضخيم ديالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ابارامون هي ماشي شي حاجه اللي ممكن مالونتوندو اللي يقدر يتحل خمسه دقائق يعني. ها هي مقلقه يا عبد الله، ها هي واش كتقلقي؟ كتقلق
كتقلق بزاف. لا ما كتقلق ما والو. لا زعما الى الي بوزيتيف يعني في البوزيتيف في التقبليه دائما كتكون معايا تكون معايا كنشكرها بزاف على السوتيان ديالها وعلى على الحضور يعني المستمر المستمر معايا ومع وليداتنا يعني يكون سوان دو موي دو مي دو مي غوس عطي قاولينا وشعيب وكنشكرها مره اخرى. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.